قوات الأمن البحرينية القوة لمنع اعتصام بدأ مساء الخميس للمطالبة بإطلاق 3 معتقلين محتجزين بتهمة إنشاء موقع إلكتروني يحرض على كراهية النظام. وقد أطلقت قوات الأمن في المنامة سراح عدد ممن اعتقلتهم أثناء فض الاعتصام، وبررت في بيان أصدرته تدخلها بأن منظميه لم يتبعوا الإجراءات القانونية المطلوبة. اختار المعتصمون موقعهم أمام مركز شرطة الحورة بالعاصمة، حيث يحتجز 3 بحرينيين تتهمهم السلطات بإنشاء موقع إلكتروني يحرض على كراهية النظام. المعتصمون الذين شكلوا لجنة للتضامن مع المحتجزين طالبوا بالإفراج الفوري عنهم، معتبرين ذلك انتهاكا لحرية التعبير. سبب الاعتصام هو مطالبة بالإفراج الفوري والمباشر عن المعتقلين في الري في البحرين الذين تم اعتقالهم خلافا للدستور والقانون. مدير أمن العاصمة برر في بيان له تدخل قوات الأمن لفض الاعتصام واعتقال بعض المشاركين فيه بأن هذا الاعتصام لم يخطر عنه بالشكل الكامل والمطلوب ولإعاقته حركة المرور. من جانبه اعتبرت هيئة الدفاع عن المتهمين القضية التي باتت تعرف بقضية بحرين أونلاين قضية سياسية. في الحقيقة نحن نعتبرهم معتقلي رأي، حيث أن الإخوة لم ينسب لهم هم كأشخاص لم ينسب لهم مقالات معينة قاموا، ولكن كل ما هنالك أن هذا الأخ المتهم الأول اللي هو علي عبد الإمام متهم أنه أنشأ الموقع، وهو قد أقر بأنه أنشأ الموقع على أيام قانون أمن الدولة، يعني يمكن في 98 أي حتى قبل مرحلة الانفتاح، واستمر هذا الموقع موجود، وكل من يشاء أن يكتب في هذا الموقع يكتب. أما الشارع البحريني فيبدو منقسما بين من يطالب باحترام حرية التعبير وبين من يرفض استغلال مناخ الحرية للإساءة إلى ما يعتبرونه رموزا وطنية. ليس هذا الاعتصام الأول في سلسلة من الاعتصامات بدأت مع قضية المعتقلين 3 انتظارا ليوم الأحد المقبل، حيث يتم عرض قضيتهم على النيابة العامة. محمد الشروقي، الجزيرة، المنامة.